فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للبراري التي حول مدينة الرياض، يقول: تخلو من السباع، فهل ضالة الغنم لها نفس الحكم السابق؟ البر اللي ما فيه سكان ولا فيه أحد هذا عرضة لأكل السباع لها أو الكلاب لها، أما البر القريب من البلد والذي لا يخلو من الناس أو من المشاة أو من لا، هذا حكم البلد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.